وكفاء سلام على العباد الذين اصطفى. ربنا لا تحرمنا من زيادة محبتك إيانا، نحن الطامعون فيها، ولا نقف عند حد في هذا الطلب. فعلا محبتك تشغلنا بعد قدرك وربوبيتك وسلطانك. ربنا جعلنا نوفر لأنفسنا أجواء تؤهلنا للحضور بين يديك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في كلمة وجيزة مفيد في ميدان إلقاء الضوء على ما تعاني فرنسا. هي خادمة الكنيسة، ومن وراء هذه الخدمة هي مطيعة ترى عمياء لبني صهيون، وإن كان هناك الضوارية موجودة في الأنكور العالم عملو ساكسفون ساكسوني وهذا المدير. احنا يهمنا ما تعني فرنسا بكل شهناء وقلة أمن وحيرة رؤساء ووزراء وحياة سياسية عالمية ضاربة القدم في العنف وحب السيطرة وسرقات خيرات الشعوب وإذلالها عن طريق رؤساء ليسوا بأهل يرأسوها تلك الأمم. أعداء فرنسا الإسلام لا غبار عليه كأعداء الكل، حقيقة من هو ليس بمسلم هو عدو للمسلم. حقهم كلمة، قصد أم لم يقصد، أرادوا أم لم يريدوا، الحرب على الإسلام لا حدة وجود من وجود فرنسا. ما العمل؟ أنا رأى أن الشباب في فرنسا بعض منه قادر أن يحسن درس الحالة التي تعاني منها في فرنسا، فما عليهم إلا أن يتبحروا في هذه الدراسة حتى تنكشف لهم أسباب التعاسة وأسباب فقد الأمن وأسباب الضبابية في سياسة الحكومات المتتالية مما كان اتجاهها، سواء كان يمين أو يمين متطرف أو يسار أو وسطي، كلهم في الهواء سواء، أي الهواء الذي ما يجيب كلمة. وعلى عنا كلام الرسول عليه السلام قال: لينصرن الله هذا دين برجل فاسق. ماذا نعمل؟ يعني وإن سلمت جدلا، أنا داعش ليست لها صفة إسلامية ولا رائحة إسلامية، لكن ترفع رايات إسلامية كاذبة قولوا بالمطلق. لكن ماذا ينتج؟ ينتج الإسلام تغرق باسم الإسلام من ليس نفسه. هذا إذا كان سلمها جدا. تعرفوا كل من يسخط الله يقع تحت عقاب الله. وفي